السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم نشارك معكم الطريقه ديالي في تحضير البيتزا اللي كتجي لذيذه في المذاق وبواحد العجينه اللي اكثر من رائعه. ندوزو نتعرفوا على المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه لهاد المقادير اللي غادي نقول لكم، فغادي يخرج لنا ان شاء الله 4 ديال البيتزات. غادي نحتاجو نص كيلو ديال الدقيق، عندي هنايا 300 ملل ديال الماء، ما يعادل 2 كيسان ديال العنبه، معلقه صغيره ونص ديال الملحه، معلقه صغيره ديال السكر، معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، وربع معلقه صغيره ديال الخميره. فبالنسبه للخميره فكنحتاجو كميه قليله لاننا غادي نديرو التخمير البطيء. اول حاجه غادي ناخذ هذاك الماء اللي كيكون ماشي دافي، كيكون غير ما ديال الروبيني، كنضيف عليه الزيت والخميره والسكر والملحه وغادي نخلطهم مزيان. غادي ندير الدقيق في الاناء ديال العجانه وغادي نضيف عليه هذاك الخليط ديال الماء والسكر والخميره والملحه مع الزيت. انا غادي نعجنهم في العجانه، نتوما ممكن انكم تستعملوا اليدين، غير دلكوهم مزيان واحد 10 دقائق، يعني ندلكوهم مزيان. بعد ما تدلكت ليا مزيان العجينه ديال كيف ما كتلاحظوا فكتجي رطبه وكتلصق كما موضح لكم في الصوره. غادي ناخذ واحد الاناء غادي ندهنو بالزيت وغادي نحط فيه ديك الكريه ديال العجين وغادي نخليها تخمر تقريبا ساعه. بعد ما خمرت العجينه فكنحاول انني نخرج من هذاك الهواء وكنقسمها لاربع قطع متساويه. غادي نحاول انني نكورهم على هذا الشكل. وبالنسبه لهذا العجين فكيبغي يختمر جوج ديال المرات، كيف ما لاحظتوا خمر المره الاولى لمده ساعه، والمره الثانيه بعد ما غادي نكورهم غادي ناخذ واحد الاناء اللي كيكون خصي ضروري يكون واسع، ما ديروش الغلط اللي درت انا، فخذت واحد الاناء اللي شويه ضيق وتلاصقوا ليا في الاخر. المهم غادي تاخذوا واحد الاناء اللي كيكون واسع غادي تدهنوه بالزيت وكتحطوا في دوك الكرات ديالكم كدهنوهم من الفوق بالزيت باش ما كتكونش داك القشره ديال اللي كدير العجينه، وغتغطيهم وغتخليهم في الثلاجه حتى الغد ليه عاد كنخدموا بهم. فكل ما خلينا العجينه ديالنا تختمر بشويه في الثلاجه كل ما كيكون احسن، فممكن اننا نخليوها حتى ليومين حتى 3 ايام عاد نخدموا بها فكيكون احسن، وممكن اننا نحتفظوا بها حتى لسيمانه في الثلاجه ما كاين حتى شي مشكل. نحضروا واحد الكميه اللي كبيره وكل مره نجبدوا واحد الكميه ونطيبوها، فكتبقى السر هو داك شويه ديال الخميره اللي درنا فيها وكتختمر لينا ببطء وما كيوقع لها حتى شي حاجه. كيف ما قلت لكم خديت واحد الاناء ودهنته بالزيت وحطيت فيه دوك الكريات، وضروري انكم تبعدوا وحده على الاخرى. فانا هذا الاناء اللي عندي صغير، خذوا واحد اللي يكون كبير ودهنوا لهم الوجه بالزيت وغطيوهم ودخلوهم للثلاجه. بالنسبه للمقادير الاخرى فغادي نحتاج هنايا واحد بصله صغيره اللي شلطتها على شكل رقيق، وعندي هنا فلفله حمراء حتى هي على شكل رقيق، عندي هنايا شويه ديال الشرائح ديال الدجاج، صلصه الطماطم هذه انا عندي شريتها واجده، فغادي نتقاسم معكم ان شاء الله الطريقه ديالي في تحضير صلصه الطماطم، وعندي شويه ديال الموتزاريلا وشويه ديال الفرماج محكوك. غادي نتبل هذاك الدجاج بشويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، شويه ديال السكينجبير والخرقوم، وشويه ديال العطريه ديال الشاورما، وغادي نخلطهم مزيان، وغادي نضيف في الاخر شويه ديال الربيع. هنايا العجينه ديالي بعد ما خمرات كيف ما كتلاحظوا، يعني ضروري انكم تبعدوا وحده على الاخرى. غادي ناخذ شويه ديال الفينو، كناخذ واحد الكره، ما كنحاولش انني نخرج من هذاك الهواء، فانتوما الا خليتوهم متباعدين فاش غادي تجيو تهزوها غادي تجيكم مدوره وما غاديش تجيكم بحالي، ما ديروش الغلط اللي درت. وكنحاول انني بالريوس هكا ديال صباعي كنحاول انني نسرحها. وبالنسبه لدوك الجناب فما كنخليهم شويه طالعين، انتما كنستعملوا هذه الطريقه، كنحاول انني ندفع بحال كنجبدها حتى كتسرح لينا.
بعد ما كنسرحها كناخذ واحد القطعه ديال ورق الطبخ كنحطها من فوقها وكنطيبها نيشان فوق هذيك الكريه اللي كتكون في الفران. وبالنسبه للفران ديال الغاز فكتاخذوها بديك الورقه ديالها ديال الطبخ وكتلوحوها نيشان في الفران. فهاد الطريقه كتساعدنا انها طيب لنا مزيان من التحت، وكتبقى احسن طريقه. فعوض اننا غادي نستعملوا الدقيق وندخلوها نيشان للفران فممكن انها تلتصق لينا، فلهذا كنستعمل انا هذاك الورق ديال الطبخ. كيف ما كتلاحظوا فانا ما استعملتش الدلكستان غير بالاصابع ديالي باش كيبقاونا دوك الجنيبات هكا منفوخين. كناخد شويه ديال صلصه الطماطم كنوضعها كاول حاجه، وكنخلي دوك الجوانب بيضين ما كنحاولش نوصل ليهم صلصه الطماطم. من بعد كنزيد الجبن. بالنسبه للاجبن فممكن انكم تستعملوا اي جبن توفر عندكم في الدار، ممكن تستعملوا حتى تستغناو على الدجاج ديروا الطون ولا اي حاجه متوفره عندكم. وبالنسبه لهذيك الخضره فانا ما شحرتها ما والو، هنايا كما كتحطوا كنزيد البصله خضراء ما شحرتهاش، هي والفلفله كنحطهم نيشان انا ما غادي تطيبو في الفران، ولكن ضروري انكم تقطعوهم على شكل رقيق. خديت شويه ديال الاعشاب المناسبه وزدتها من الفوق، ممكن تستعملوا الزعتر او الريحان. وغادي ناخذ هذيك البيتزا غادي نوضعها فوق داك المطرح ديال الخبز بهذه الطريقه، وغادي نحطها في الفرن بحال غنحط شي خبزه مع هذاك الورق ديال الطبخ. بالنسبه للفرن فكيكون مسخن على 250 درجه، يعني كنسخنوا على اعلى درجه عندنا في الفران، وكندخلوها تقريبا 10 دقائق كطيب. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا بعد ما خرجتها من الفران، فكتجي محمره وكتجي رائعه شكلا ومذاقا، كتجي رقيقه من الوسط ومنفوخه من الجناب، وكتبقى ديك العجينه اللي اقترحت عليكم احسن عجينه كنجربها لحد الان. وان شاء الله في الفيديوهات المقبله غنقترح عليكم مجموعه من البيتزات باشكال مختلفه وبصلصات مختلفه. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الاقتراح ديال اليوم وتجربوه، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد.